في الوادي الجديد شهدت قرية عزب القصر بمدينة الدخلة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة للقوافل الطبية والتي استمرت أعمالها لمدة يومين وضمت القافلة أطباء استشاريين في ثمانية تخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 400 حالة وذلك في إطار توجهات وزارة الصحة لتوفير العلاج والخدمة الطبية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية